السلام عليكم. اليوم نروح الملعب تاع تيزي وزو حيث نشاهد عمليات تاع التجارب على اللوحات على اللوحه الاشهاريه وكذلك يعني اللوحه في الملعب والاشغال تاع تاع العزل تاع ترميم السقف راهي فيه بعض يعني الاماكن اللي تم ترميمها وان شاء الله يكون يعني السقف هذا يلقاو له حل اذن وكذلك تم تسميه الملعب هذا على المناضل والمجاهد الكبير حسين آيت أحمد إذن وهذا اسم يليق بالملعب على أي حال. إذن هذا هو الجديد. أترككم تشاهدون هذا الفيديو رائع على هذا الملعب العالمي والسلام عليكم.